لأول مرة في محافظة السويداء أقيم في ساحة تشرين وسط المدينة عرض مجموعة من الأزياء المتنوعة لمصممة الأزياء يارا الدبس، التي قدمت مجموعة واسعة بتصاميم جديدة لاقت استحسان الزوار. هذا المعرض أول مرة بعمل فاشن شو بمحافظة السويداء. أنا مبلشة من دبي، تمام، عاملة أكثر من فاشن شو برا، فبس حبيت هون أعمل نيو كولكشن أعمله هون بالمحافظة. الأزياء منوعة، يعني نيو كولكشن، في أفكار جديدة، تمام، يعني كل قطعة وإلى فكرة. الدافع والشيء الحماسي اللي كان جواتنا أنه خلص نحن بدنا نعيش، يعني نحن بدنا نعمل شيء اللي بيشبهنا، شيء اللي نحن إذا قدرنا نشجع 3 أشخاص غيرنا يعملوا مثل هذا الشيء ويدعونا لنحضر، طبعا نحن بننبسط. السوري قادر، لأنه كل إنسان بيكون عنده صعوبات بالحياة، وما بالك نحن شو صار فينا بال10 سنين، فإنه نطلع من هيك ونتوجه للأمور الفنية، يعني نحط يمكن كل اللي غبيناه بالحرب بالمجال الفني، فهو عم بيطلع منا أشخاص قادرين نواجه برا. إحنا اليوم واجهة للبلد رغم من الأزمة اللي عم تمر فيها سوريا، لكن ما زلنا قادرين على إبراز الجمال وعلى إبراز مواهب الشباب اللي عنا، والحمد لله بكل مبادرة وبكل، وهذا أول مرة، هاي النشاط أول مرة بيقوم بالسويداء اللي هو عرض أزياء، وبيحوي مواهب كثيرة وفئات كثيرة من الشباب والصبايا الفنانين. فعلا يهدف هذا العرض إلى إظهار الإمكانيات لدى الشباب السوري القادر على التميز والإبداع في شتى المجالات ورسم خطوط المستقبل وتجاوز سنوات أريد من خلالها تدمير كل شيء، ليثبت الشعب السوري أن إرادة الحياة والاستمرار أقوى من مؤامرات الشر والإرهاب. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.